يوم نصر أكتوبر، يوم رد الاعتبار، يوم من أجمل أيام التاريخ المصري والعربي. أنا سعيدة أن أنتم موجودين معنا في اليوم ده، وسعيدة أن احنا كلنا موجودين هنا في الاستوديو وبنحتفل بنصر أكتوبر، ذكرى 50 عام مرت على هذا النصر. أهلا بيك يا لانا، أهلا بيك يا خالد. أهلا بيك يا شافكي. أكتوبر شافكي يحتل مكان متقدم بل يطغى على 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 وعينا، وبعد 50 عام لازلنا نقتات من روح هذا النصر، نقتات عزيمي، نقتات إرادي في مجمل تفاصيل حياتنا الخاصة حتى، مش بس العامة. فأكتوبر شكل منعطف في تاريخ الأمة العربية، كان الرهان بأنه لن انتصار للعرب ولن تقوم لهم قائمة، وستؤبد إسرائيل احتلال سيناء واحتلال أجزاء كثيرة من الوطن العربي. جاء الرد صريح بأن لا مستحيل، وبالمناسبة هو معجزة بكل المعاني العسكرية. إذا بدك، لو بدك تراجع عسكريا يعني كعلوم عسكرية، ما أنجزوا الجيش المصري في حينه والشعب المصري ومعه الشعب العربي كان أشبه بالمعجزة. فمن حقنا أن نفرح في هذا اليوم وأن نحتفي، لأنه نصر أكتوبر يعني كما قلنا شكل منعطف في تاريخ أمتنا العربية ووجهنا نحو جادة الصواب. أكيد صحيح. يعني إحنا بنستذكر من بعض الشافكي ويا خالد بعض من الفنانين المصريين والفنانين العرب اللي كانوا يغنوا لحرب أكتوبر. يعني على سبيل المثال عبد الحليم حافظ عندما بدأها بسم الله الله أكبر بسم الله، لف البلاد يا صبية، لف البلاد يا صبية، فبسم الله كانت من الدعاء إلى الحرب. ونتحدث عن 50 عام مضت، لكن هاي كانت بداية من مصر. فإن شاء الله أنتم يا شافكي سابقون ونحن بكم لاحقون إلى فلسطين أنت شوفي حتى إنه تتحرر فلسطين وتعود. شوفي أنت تحكي 50 عام يا لانا، وجذوة النشوة لا زالت موجودة كأنه الآن. أكيد أنا بتذكر زي ما لانا بتقول كمان، يعني اللي اتكتب عن الفنانين، فاكرة قصة العظيم بليغ حمدي والشاعر الكبير عبد الرحيم منصور والعظيمة وردة، وكانوا عايزين النصر كان تحقق بعدها، والأبنودي يومين. والأبنودي وطبعا والأبنودي، ولكن يمكن أغنية وأنا على ربابة بغني اتسجلت هنا في الاستوديو، استوديو الإذاعة، وأصروا يدخلوا المبنى ويسجلوها عشان تبقى هدية للجنود. وكان فيه كلمات كتير، يا مصر يا عظيمة عبرنا الهزيمة، يعني كان فيه غنى كتير، بس هو كان غنى من القلب، يعني غنى كان كبير وعظيم من القلب. وأنا كابنة لهذا الوطن الكريم يعني دايما بتشرف بنصر أكتوبر، ودايما بيبقى عندي سعادة خاصة حقيقي بيوم النصر. 50 سنة مرت ومصر رفع رأسها وحررت أرضها، ويا رب نقدر كمان وإحنا موجودين في برنامج بيت للكل نشهد معاكم تحرير فلسطين. ده هيبقى أغلى الأمنيات اللي ممكن تبقى موجودة. 50 عام على حرب أكتوبر، تعود بالذاكرة وتتذكر كيف كان الجيش المصري وكيف كان الشعب. دائما عندنا المقولة التي تقول نحن شعب له جيش، ونحن جيش من الشعب، كلنا من بعض. نصر أكتوبر هتفضل هي أحلى وأجمل أيام مصر طول الوقت في التاريخ.